بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله اليوم بيونت 60. عندنا بيونت 60 مكتوب verb plus 2 infinitive. شنو معنى verb plus 2 infinitive؟ يعني معناها باختصار هنالك أفعال يجب أن نضع بعدها 2 لكي نعبر عن فد حالة معينة أو فد موضوع معين. فش يقول؟ يقول introduction مقدمة. هنا منطي جمل يقول I decided to have a round of golf. I have arranged to play with someone. هذني الأفعال اللي هم decided و arrange و عندنا promised و want. هذه الأفعال الأربعة نلاحظ أن جميعها يأتي بعدها to. يأتي بعدها to. نكمل ونشوف شنو الموجود عندنا. After some verbs we can use. بعد بعض الأفعال يمكننا استخدام to زائد الفعل المجرد. infinitive يعني فعل مجرد. فعلنا بأي أضعف. Decide, arrange. طيب. Here are some more examples. هنا منطيني أمثلة. إذن أكو أفعال باللغة الإنجليزية لازم أستخدم وياهن to. أكو أفعال باللغة الإنجليزية لازم أحط وياهن to. يعني هاي قاعدة بالإنجليزي حتى لو يعني هن شوية المعنى بعض الأحيان يكون غريب، بس إحنا ما لنا علاقة بالمعنى العربي. اللغة الإنجليزية واحد والعربية واحد. طيب عندي هنا أمثلة. يقول I expected to get my money back. طبعا يعني أنا توقعت إن فلوس ترجع لي. سارة agreed، ووافقت سارة على العمل. We can't afford. Are you helping? Are you offered? كل هذه الأفعال جاء بعدها to ثم فعل مجرد. Choose اختار، manage وإلى آخره. هذه كلها أمثلة. لحد الآن أنا ما عندي قاعدة. راح نبدأ منها بالحكي والقاعدة والحفظ والمهم. هاي الأمثلة لازم تنحفظ صراحة جدا جدا مهمة. يقول seem and appear. يقول هنا we can use to an infinitive after seem and appear. إذن ملاحظة مهمة جدا، أفعال seem والappear دائما يجيني وراهم to ثم فعل مجرد. أفعال seem والappear دائما يجيني وراهم to وفعل مجرد. نكتب ملاحظة. ملاحظة شو تقول؟ في هذا الموضوع، في هذا الموضوع ملاحظة مهمة جدا. في هذا الموضوع لا نهتم بالزمن. لا نهتم بالزمن. لا نهتم بزمن الجملة. بل ننظر إلى تركيب أو وجود هذه الأفعال. بل وجود إلى هذه الأفعال. نكتب هذه الملاحظة مهمة. يعني شنو؟ خلينا نشرحها. أنا ما لي علاقة بالزمن مال الجملة. يعني هسه مثلا هذا الفعل seemed إيه هنا ماضي، بعدين إيه هنا مضارع، هذا مضارع هنا seems. بعدين قايل أنا ما لي علاقة بالزمن. أنا ما لي علاقة بالزمن. أنا المهم عندي شنو؟ المهم عندي ورا seem يجيني to ثم فعل مجرد. هسه راح يسألني طالب استاذ هاي الاستدينج مو فعل بي اي ان جي؟ وانت شيلك علاقة بالاستدينج بي اي ان جي. احنا موضوعنا وين؟ موضوعنا على السيمز بعدين التو بعدين البي فعل مجرد. انا موضوعي على الابير وراها تو وراها ها فعل مجرد. ما يجيني ورا البي ورا التو ورا الفعل المجرد سواء اذا اجاني ورا فعل بي اي ان جي. ما لي علاقة انا باللي يجي ورا الفعل المجرد. أنا موضوعي عندي ثلاث عناصر. العنصر الأول هو seem و appear، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو وجود to، والعنصر الثالث هو وجود فعل مجرد. هذه الأفعال، هذه الحالات الثلاثة اللي يجيني وراهم ما إلي علاقة بي أني، ما إلي علاقة باللي يجي وراهن. هنا إذا لاحظ أن يقول Andrew seems to be studying even harder. طبعا اذا لاحظ هذا الاندرو فاعل بعدين seems بعدين to be ورا بعده to be فعل بي اي ان جي. ما لي علاقه بي اني. ما لي علاقه.
ملاحظة ثانية لنفي هذه الأفعال نستخدم يا أما don't أو doesn't بالمضارع أو didn't في الماضي. نعيد ملاحظة ال don't وال doesn't بالمضارع، يعني أقول don't ويا الجمع بالمضارع وأقول doesn't ويا المفرد بالمضارع، وإذا جتني ماضي أقول didn't، وإذا جتني ماضي أقول didn't. هذه يا أفعال ال seem والappear هذين الأفعال من يجني أنفيهن بهاي الطريقة. رقم ثلاثة عندنا ثلاث أفعال tend و manage و fail. tend و manage و fail يقول we use tend for think that usually happen. tend دائما نستخدمها ويا الأشياء التي قد حدثت، يعني things that الأشياء التي دائما تحدث، يعني شلون الحقيقة، شلون الشيء ثابت. مثال we tend to get up later at weekend، يعني شلون احنا، يعني اريد انطيها معنى بالعربي، هذا المعنى من عندي ما لي علاقة اني، يعني حتى لو كان غلط ما عندي مشكلة بالغلط او صح، بس اريد نوصل الفكرة. خلينا نقول tend to، نريد ننطي معنى عليها، اعتاد على، نسويها اعتاد على. we tend to get up، نحن اعتدنا على الاستيقاظ متأخرين في في عطلة نهاية الأسبوع، يعني إحنا معتادين على هذا الشيء، يعني الشيء دائما قاعد يصير ويانا، لذلك أنا أعطيتها معنى بالعربي معتادين على هذا الشيء. العلم هي معناها موتين مو معتاد، بس أنا أعطيتها اعتاد على مود المعنى يكون واضح ومفهوم. ما ننسى التند يجي وراها فعل تو ثم فعل مجرد. نجي على المانج. المانج for being able to do something. المانج معناها أي تستخدم مع القدرة، وأنا راح أنطيها معنى بالعربي بمعنى قادر على أو يتمكن من، قادر على أو يتمكن من. مثلا I managed to find my way here all right. استمكنت من، أنا تمكنت أو أنا استطعت أن أجد طريقي الآن all right أو تماما، يعني قدرت ألقى طريقي بالشكل الصحيح. إيش معناها؟ إذا مانجناته معناها يتمكن من. ممكن يجيني سؤال بالامتحان يقول لي luckily I managed لو I tend to، يعني I managed to لو I، لا بدون to، بس I tend لو I manage to find my way، يعني نفس الجملة بس يغير لي tend بالmanage. طبعا هنا لو جينا على المعنى راح نكتشف أن الحل الصحيح هو manage، لأن manage تجي بمعنى قادر، وهنا هو قادر استطاع أو تمكن من إيجاد طريقه. أما الأولى معناها اعتاد على، يعني يصير أقول أني اعتدت على أن أجد طريقي، مو رهمة، لأن أجد طريقي هذا في قدرة يعني. والأولى يعني ما يصير أقول أني تمكنت من الاستيقاظ في العطل متأخرا، يعني هاي حقيقة مستحيل أقدر أقول تمكنت هنا، لأن هنا هاي مو رهمة يعني. فلو جينا على المعنى هم ما ترهم، تيجي تصفنها بالمعنى هم ما يرهم. لذلك الأولى راح نقول عليها manage tend، والثانية راح نقول عليها manage. إذا قال اختار tend لو manage، اختار tend للأولى ومanage للثانية، أحفظها لأني أعيد بهن أكرر بهن فد 10 مرات 15 مرة إلى أن ينحفظ. We use fail to، أيضا نستخدم الفيل الأشياء اللي ما تحدث، الأشياء اللي صعب القيام بها. مثال إيش؟ David failed to pay his electricity bill، يعني لم يتمكن، هنا معناها ديفيد لم يتمكن أو لم أو فشل بدفع الفاتورة، دفع الفاتورة. إذا كلمة manage شيء أنت ما قدرت تسوي، شيء ما قدرت تسوي أنت، طبعاً إيه هنا فشل تستخدم لفشل فد شيء معين. هذا كلمة failed مو معناها قدرة، لا معناها فشل بشيء، يعني أنت ما قدرت تسوي فد شغلة، أنت ما قدرت تسوي فرد نقطة. هاي ذني الأفعال اثنين. لا دي الفعل promise to go. يقول هنا some nouns can come before two infinitive، مرات بعض الأحيان بإمكان يعني أستخدم اسم بعد
فعل بشكل مباشر بدون التو. يعني شلون؟ خلينا نوضح. يعني خلينا نوضح. أنا عندي شو يقول هنا؟ يقول مارك promised to go shopping. طبعاً إذا نلاحظ هنا أن الفعل مالتي هو promise. شن اللي جواراته بعدين فعل مجرد. هذا نظامنا اللي إحنا متعودين عليه. هذا جو مالتنا. He arranged to play. Arrange هذا الفعل arrange مالتي. Promise arrange بعدين to بعدين فعل مجرد. هذا كل الاحترام لك. ما عندي أي مشكلة وياه. ولكن مشكلتي وين؟ مشكلتي إنه هذا الفعل promise إيه هذا هنا وهذا arrangement. الآن the promise هنا هذا اسم والarrangement هذا اسم. إذن the promise والarrangement هذين الاثنين شنن؟ هذين أسماء. بس هاي الأسماء شو إجا وراها؟ إجا وراها تو وفعل مجرد. يعني هذا مو فعل. هسه هذا مو فعل. هسه الأولى مارك برامس تو جو. يعني مارك واعد أو أعطى وعد أو قطع وعدا بالذهاب إلى التسوق. إذن برامس هنا فعل. يقول رقم 4-3 مارك فورغوت. مارك نسى about his promise. نسى وعده بالذهاب إلى التسوق. إذن الـ promise هنا هي اسم وجاي قبلها his. طبعاً الـ his إحنا كلنا نعرفها. الـ his هي صفات التملك ودائماً يجي وراها اسم. his car, his pen, his brother, his brother, his mother, his sister, his promise. فهذا اسم. ولكن هذا الاسم إجا بعده شنو؟ إجا بعده تو فعل مجرد. إذن الملاحظة شين نكتبها؟ نكتب ملاحظة تقول فعل البرامس هنالك أفعال يمكن أن يأتي بعدها نعيد نكتب الملاحظة من جديد. هنالك أسماء يأتي بعدها تو وفعل مجرد. إذن هي أسماء وليس أفعال. وهذه الأفعال كلها تنحفظ. إذن أني يعني هذا الاسم ممكن أستخدم وراء تو ثم فعل مجرد. بس بعض الحالات بس هذه الأفعال. يعني مو كل الأسماء. فقط هذني. طبعا ممكن يجيني اختيارات. يقول لي مارك سارة found out about his arrangement to play golf. طبعا هنا راح نقول arrangement. ليش؟ لأن الarrangement هنا اسم وإجا بعدها تو فعل مجرد. شلون عرفت أنا اسم؟ ما موجود عندنا his هنا. احنا ذكرنا his ضمائر التملك. هسه arrangement هذه arrangement هي اسم وليس فعل. كلمة arrangement هي اسم. طبعا شلون نعرفها اسم؟ لأن موجود بها mint. أي كلمة بها mint هاي اسم. زين. إذن arrangement هذا اسم. والrange وحيدها فعل. فهو إذا سألني بالامتحان وقال لي his arrangement لو his arrange. إحنا نعرف إذا arrange يعني فعل وإذا arrangement يعني اسم. زين هنا راح نختار الاختيار الصحيح. راح نقول arrangement. طيب ليش نقول arrangement؟ لأن أنا عندي his والhis يجي وراها دائما اسم. وهنا الاسم هو arrangement. هذا agreement. Arrangement. Decision. ممكن يقول لي بالامتحان سارة found out about her decide لو her decision. decide يعني يقرر. decision يعني قرار. فالاختيار الصحيح هو decision. لأن الهز هاي الحالة هاي الأذني ذن الأفعال الأسماء اللي عندي هنا كليتين هذني دائما لازم يجيني اسم. لازم يجيني بهذا المكان اسم. زين شلون اعرف هنا هذا اسم؟ ما موجود عندنا ضمائر التملك الهز والهير والاور. ممكن يجيني السؤال بالامتحان بطريقه give example اعطي مثال. يقول مثلا على سؤال على سبيل المثال use promise plus to infinitive. promise noun ها سوري promise noun. يعني استخدم الفعل البرومس كناون ثم تو زادن انفينيتيف. يعني يقول give example. يعني انت اعطيني مثال
فأنا بهاي الحالة لازم أنطي هذا المثال الأخير أو اللي قبله هذا، لأن أي واحد من عدن فهن صحيحات ماكو أي مشكلة.